مساء الخير إلى العناوين. بعدما قضى فيها 40 عاما مصري يودع السعودية وأهلها بالدموع والحكايات. متضررو قروض النقد الميسر يحكون مرارة تجربتهم لياهلا وما مدى قانونية موقفهم. الأحوال المدنية في السعودية تنجز 14 مليون عملية إلكترونية خلال عام واحد. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. كشفت إحصائية حديثة أصدرتها الأحوال المدنية عن إنجازها أكثر من 14 مليون عملية عبر مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة وخدماتها الإلكترونية خلال العام الماضي 1441 للهجرة. للحديث أكثر حول هذه التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد الجاسر وهو المتحدث الرسمي للأحوال المدنية. أستاذ محمد، قبل أن أرحب بك أشكرك على تجاوبك الدائم مع برنامج يا هلا. حياك الله أخي مفرح، وهذا واجبنا ونتشرف الحقيقة بالظهور في برنامج يا هلا. أهلا بك. الـ 14 مليون و700 عملية تقريبا أو 700 ألف، يعني في ماذا تمثلت أو أغلبها؟ طبعا هي تمثلت في العديد من العمليات اللي أنجزت خلال العمل في المكاتب وأيضا الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية التي يمكن إنجازها عن طريق منصة أبشر الإلكترونية. طبعا تم إصدار 1,989,000 بطاقة للرجال والنساء، مع الأخذ في الاعتبار فترة تعليق العمل أو تعليق الحضور لمقرات العمل التي توقف فيها إصدار البطاقة. أيضا تم إصدار سجلات أسرة ما يعادل 781,600، وتمثلت أيضا في شرائح البيانات اللي هي البرنت تم طباعتها تقريبا 574,000، لكن ولله الحمد تم يعني إصدار تم الاستفادة من خدمة بياناتي وهي البديلة لخدمة أو إصدار شرائح البيانات أو البرنت بما يعادل 727,000، وهذه الخدمة تغنيك عن الحضور المكاتب وطلب إصدار البرنت. هذه تفوض الجهات التي تطلب البرنت ويمكنها الاطلاع على جميع البيانات إلكترونيا. أيضا لله الحمد في خدمة توصيل الوثائق إلى مقرات الأولياء المنازل أو العنوان الوطني للمواطنين، ولله الحمد 227,000 أكثر من 227,000 عملية أو وثيقة تم إيصالها. كان في فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل تم إيصال أكثر من 100,000 وثيقة. طبعا الخدمة هذه لم تتوقف أبدا ولله الحمد. جميل. للمواطنين والمواطنات. أيضا تم أرشفة أكثر من 63 مليون وثيقة تمثل أساسات المواطنين، وهذا عمل ومشروع ولله الحمد قائم في الأحوال المدنية لأرشفة جميع الوثائق المواطنين إلكترونيا، بحيث يمكن الاستفادة أو الاطلاع على الوثيقة المواطن من أي مكتب أحوال مدنية. أيضا تم ولله الحمد إنشاء 6 معامل لترميم الوثائق بحكم وجود وثائق قديمة الأساسات المواطنين لدى الأحوال المدنية، بعضها يتجاوز 70 و60 عام، يتم ترميمها في هذه المعامل. تم تدريب منسوبي الأحوال المدنية في مركز الملك سلمان لترميم الوثائق. ولله الحمد تم إنشاء 6 معامل، وسيتم إن شاء الله إنشاء أكثر من 7 معامل قريب إن شاء الله، لتكون 13 معمل في جميع مناطق المملكة. تم افتتاح أكثر من 13 مكتب، وهذه إن شاء الله خطة لتوسع الأحوال المدنية والوصول لجميع المواطنين في جميع أماكن تجمعاتهم. ولله الحمد. نعم. تفضل. تفضل. طيب أستاذ محمد، أنتم أعلنتم قبل أيام عن إنه تسجيل المواليد يعني راح يكون عن بعد. ودنا تشرح للمشاهدين والمشاهدات التفاصيل والآلية، يعني الآن اللي يرزق بمولود أو مولودة وش خطوات تسجيله من البداية إلى انضمامه إلى السجل العائلي؟ طبعا هذه الخدمة الإعلان اللي شفتوه قبل فترة هذا شرح للخدمة فقط، لكن الخدمة موجودة
ومدشنة من قبل رمضان لله الحمد. الآلية لهذه الخدمة أنه لما يجيكم الود في المستشفى يتم تسجيله إلكترونيا، لأن بعد الربط مع وزارة الصحة يتم تسجيل البلاغ إلكترونيا دون الحاجة إلى أي ورق. بعد كذا المواطن يدخل حسابه في أبشر ويفعل التسجيل ويطلب إيصال الوثيقة اللي هي شهادة الميلاد وسجل الأسرة المضاف فيه المولود إلى عنوانه الوطني عبر البريد السعودي، هذا بعد اتفاقية الأحوال المدنية مع البريد السعودي لإيصال وثيقة. إن شاء الله خلال 48 ساعة أو أقل راح تكون الوثيقة موجودة هو لدى المواطن. يروح البريد ويرسل الوثائق؟ لا لا أبداً. ولا أبداً إلكترونياً؟ إلكترونياً في جوالك 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بإمكانك الدخول لحسابك وطلب الوثائق وتصلك إلى المنزل. حسابك وين؟ وين يرفقها؟ في أبشر؟ في أبشر. يدخل أبشر على أيقونة إيش؟ تسجيل مواليد. تسجيل مواليد نعم، وتسجيل وليد وإيصال وثائق. ممتاز. إيش الوثيقتين اللي يحتاجها؟ سجل الأسرة وشهادة الميلاد فقط. هي اللي تصله طبعا، شهاده الميلاد وسجل الاسره تصله، يصل سجل الاسره المضاف فيه المولود وشهاده الميلاد المطبوعه الالكترونيه. جميل. الى عنوانه الوطن المسجل، وخلال 48 ساعه بيكون مضاف طبعا كحد اقصى ان شاء الله. كحد اقصى هذا يمكن ممكن قبل. طيب كيف يتاكد من الاضافه؟ تجي رساله على الجوال ولا لازم يدخل يشيك على ابشر ولا ايش؟ رساله على الجوال، وراح يكون في حسابه في ابشر راح يلقى الطفل مضاف في أفراد الأسرة الموجودين معه في حسابه في أبشر. أستاذ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، شكرا جزيلا لك. من الأحوال المدنية إلى أرامكو السعودية التي قدمت وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني مبادرة تمثلت في إنشاء أول أكاديمية سعودية في تدريب الشباب والشابات في مجال حفر الآبار. استجابة لتحديات النمو الصناعي وخدمات الطاقة بالمملكة، أنشئت أول أكاديمية سعودية من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تختص في مجال حفر وخدمات الآبار النفطية. تخصص هذه الأكاديمية هي تخرج خريجين وفي مجال الحفر وفي مجال خدمات الآبار. هذه الأكاديمية عملت بشراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركات المساندة وشركات الحفر العالمية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وعددها تقريبا 36 شركة. تستقطب الأكاديمية خريجين الثانوية العامة من الشباب من كل أنحاء المملكة وتدربهم في هذه الأكاديمية لمدة سنتين، وبعدها تضخهم في سوق العمل في شركات الحفر العالمية وشركة المساندة. تتمثل أبرز نقاط القوة للأكاديمية تدريب الكوادر السعودية لكلا الجنسين للعاملين في الشركات النفطية والحفر، إذ لا يقتصر التدريب فقط على خريجي المدارس الثانوية فحسب، بل تشمل برامج الفنيين والمهندسين لتحقيق التطوير المهني. بيئة الحفر أو الدريلينج إنجينير من يوم الدنيا وهو متمحور أو أنها بيئة مخصصة للرجال فقط، فاليومنا هذا المهندسة السعودية حالها حال أي أحد، أي شيء تقدر تسوي. البيئة صعبة، البيئة فيها تحديات، البيئة فيها ضغوطات، بس المرأة السعودية قادرة أنها تسوي أي شيء. وأنا عن نفسي بيئة العمل كانت ممتعة، عن طبيعتي أحب أعرف البروسس لما يبدأ من وإلى، فشيء جميل لما أنها تعرف الأويل أند غاز أو الغاز والنفط كيف. طالب يتعلم هنا اللغة الإنجليزية والرياضيات، بعدين يتجه إلى تخصص الحفر، بعدها يتخرج الموظف يتجه إلى شركته حامل شهادة الدبلوم، يكون عنده معلومات شاملة إلى جميع المعلومات الموجودة في منصة الحفر، بحيث أنه يختصر عليه مشوار طويل جدا في حياته العملية. مجال الحفر حال أي مجال بالموجود عندنا بالسعودية، وأنا أقدر أقول صراحة اليوم أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها في جميع الأصعدة، يعني ما هي بس بالهندسة، نقدر نقول الحمد لله حنا رائدات بكل المجالات، ما جات حصري بس على الهندسة. وأنا صراحة شفت أن بيئة العمل بالحفر هنا فيها الخصوصية للمرأة، هذا الشيء أيضا شجعني. يعني صرح وطني علمي تأتي أهمية فكرته ملبية لمتطلبات رؤية المملكة 2030 التي جعلت من أبناء المملكة محوراً للتنمية. لبرنامج ياهلا، حسين الحميدان من محافظة بقيق.
شكرا للزميل حسين الحميدان. رمضان حجازي مصري مقيم في السعودية منذ 40 عاما، وحانت لحظة وداعه. حكايات 4 عقود تسمعونها في أهلا متى بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا في أهلا. تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مصري يعيش في المملكة العربية السعودية منذ 40 عاما، حيث وجه من خلال الفيديو المنشور رسالة محبة ووداع إلى السعودية وأهلها، عبر فيها عن الثناء والامتنان والدعاء لهذا الوطن. حقيقة أن الفيديو أخذ مساحة واسعة من الانتشار، ولكن بغض النظر عن انتشاره أو عدمه، يعني حكايات 40 عام في السعودية من المؤكد أنها تنطوي على كثير من التفاصيل المهمة والجميلة. ولذلك بكثير من الشرف معي هنا في الاستديو الأستاذ رمضان حجازي، وهو المصري المقيم في السعودية. شرفتنا ونورتنا أستاذ رمضان في أهلا وفي السعودية، وحياك الله. شكرا، الله يحفظك. وأيضا ينضم إلي في الاستديو عبد الله رمضان حجازي ابنه عبد الله، 30 سنة. الله ما شاء الله، حياك الله معنا في أهلا. اسمح لي أبدأ مع الوالد. تفضل. أول شيء شكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج، ويمكن الناس جالسين ينتظرون يسمعوا حكايات 40 عام. يعني بالعادة ممكن أحد يجي 5 سنوات 10 سنوات بالكثير ويعود. ليش بقيت 40 عام في السعودية؟ وش اللي وجدته في السعودية خلاك تبقى 40 عام؟ حتى يمكن الناس يمكن ما شافوا خلف الكواليس انسجامك الكبير مع اللبس والعادات السعودية والكلام السعودي. تفضل. والله هذا من فعلا من حسن ما شفته من الأخلاق الحسنة ومن المعاملة الحسنة، وفعلا منتهى التقدير والاحترام، وخاصة لما عرفوا أن مثلا أنا من أهل القرآن وحافظ للقرآن وكذا، فده يعني شجع أن أنسجم وياهم وأعيش وياهم والحمد لله. يعني وين كانت 40؟ يعني احنا شفنا المقطع انتشر في سدير، يعني يبدو أنك قضيت فيها معظم الوقت، بس 40 سنة وين تجولت فيها في السعودية؟ هو برضو في سدير، يعني خدت 1 سنة الأول ما جيت من مصر. هو تبع كفيل برضو اللي هو سعود السلوم، الله يرحمه. هو كان عنده بعض الأشغال هنا في الرياض، وخلصناها وبعدين نقلت معه في سدير. ديرتهم اسمها الجنيفي جنب حوت السدير يعني. طيب وش أبرز الذكريات اللي تحملها اليوم؟ يعني 40 سنة، هذا يعني أنك عشت مراحل مختلفة في السعودية، تغيرات تطورات أحداث كثيرة جدا. وش تحفظ في ذاكرتك يعني من أهم المواقف المختلفة ما بين قبل 40 سنة إلى اليوم؟ والله فعلا أنا شفت يعني تطور كثير، وما شاء الله المملكة ربنا يحفظها في تطور كتير غير ما كنت جاي مثلا من 40 سنة. دلوقتي حتى يمكن بهرت رغم أنني مقيم لسه هنا في الرياض، وما شاء الله في اللي شفناه في الشوارع، في الإمارات، في تنسيق وترتيب. فبصراحة أنا نفسي بهرت رغم أنني لسه عايش هنا. ففعلا في تقدم وفي تغيير كتير في للأحسن. عبد الله كان ولادته في السعوديه؟ هو اول مولود هنا في السعوديه. ما شاء الله، يعني نقول لك ابو عبد الله. لا، في اكبر منه. انا عندي 9. ما شاء الله، الله يحفظهم. بس كان 4 في مصر و5 هنا، اللي هو اولهم عبد الله. اولهم عبد الله. عبد الله حياك الله معنا. الله يبقيك. كنت تقول لي قبل الهوى، كنت اقول لك يعني ما شاء الله انت منسجم مع اللبس السعودي بشكل كبير. الله. وقلت لي لولا ما انا خايف اصدمكم كان جبت الترسيم. وذي متعود دائما تطلع باللبس السعودي؟ خلاص صار بالنسبة لي يعني شيء طبيعي، يعني ما أحس إني متغير عن المصريين أو كذا. متعود منسجم فيه جدا، يعني أغلب الناس اللي يتقابلون معي يشكون إني مصري أساسا. حتى اللهجة. إي نعم. يعني معروف معليش يعني عن أحبابنا المصريين إنه يمكن لو عاش 100 سنة في بلد ما يغير. أنت ما شاء الله سوالفنا معك اللهجة مضبوطة. الله الله. خلال 30 سنة هذه كنت تروح مصر كثير ولا معظم الوقت في السعودية؟ لا، كنت أروح على طول، كل سنة أجازة الصيف نروح مصر مع الوالد والأهل. طيب أبو عبد الله، ما السعودية قبل 40 سنة يعني كيف وجدتها قبل 40 سنة؟ أول ما جيت إلى السعودية. والله أول ما جيت نعم هي كانت، لأن أنا جاي أصلا متأخر، لكن هي كانت برضو تطور وما شاء الله يعني
حتى يعني الواحد انسجم معهم على طول في اللي شفت كل شيء طيب وكل شيء يعني متوفر وكل شيء. لكن طبعا بتختلف كمان يعني كل ما مع الوقت تحسن كل شيء وزاد كل شيء في أهلك وجماعتك في مصر ما كان يقولوا لك خلاص ارجع يعني ليش كل هذه السنوات تعال استقر في مصر؟ لا والله كان كل واحد يشوفني ما تشوف لي عم فرصة أجي معك هناك ما تشوف لي يعني حتى كان في واحد صاحب الله يرحمه كان اسمه محمد طه الصباغ كان شغال في البلدية عندنا في الحوطة وقاعد يجي 30 سنة وسافر كان يقول لي شوف له فرصة بس أروح أسلم على ربعي كان برضو يحبوهم في البلدية في الديرة كلهم لأنه كان ماسك شبكات المياه والصرف الصحي وكده فصار عنده صداقة بينه وبين الناس دي كلها السعوديين ما شاء الله فكان يقول لي شوف له فرصة قلت له والله نتمنى. ليش قررت الرحيل الآن؟ والله زي ما كتبت في الرسالة لقد بلغنا من العمر عتيا فخلاص يعني نعيش بس شوية هناك لي إخواتي أكبر مني الله يطول فيك والله يحفظك ومحتاجين بس يعني إن الواحد يراعيهم شوية وكده وإلا والله ما أبغى أروح ده هم العيال ده اللي شابين فيها يلا يا ابوي كيف يعني كثر الله خير ما اولاد معاليكم بيه الوالده والاهل ليه يا عبد الله ليه تبغون يروح احنا نبغى خلاص كفي كثر الله خيره قام فينا وزوجنا وما قصر معنا ولا واحد في التسعه كلنا يعني ودنا نشيله مع الراس نشيل ونتمنى راحته يعني نبغاه يروح يرتاح ما نبغى يسوي اي شيء بس انا متمسك بالناس اللي انا عايش معاهم والناس اللي حواليا جماعه المسجد جماعه الديره الكفيل عند رجل ما شاء الله ربنا يحفظهم محمد عبد العزيز السويلم هو وعياله وعيلته كلهم كأن واحد من العيلة عندهم أي واحد يشوفني فيهم كأن واحد من العيلة عندهم عيلة السويلم كلها وطبعا عيلة السلوم الله يرحمه وحمد السلوم أمير الجنيف الحين يعني ما حسيت أنني بعيد عنهم في شيء ولا أنا في غربة ولا أنا عشان كده مش عايز أمشي حقيقة مش عايز أمشي بس كل ما أنسى وحاول العيل ينسوا يوم شبن فيه يلا قلت خلاص ما بدي احنا لازم نتفاوض مع عبد الله واخوانه الان ونخرج بقرار انك تبقى الله يحفظك الرجل يبغى يبقى ما يبغى يروح مصر الوالده جالسه في مصر اخذت نهايه عن قريب كانت موجوده فخلاص لازم يعني يروح مع الوالده واخواتي اللي موجودين هناك والله هذا سبب يستقر ويرتاح في بيته والله الحمد لله يعني نقول كتر خيركم وجزاكم الله خير ووسع الله عليكم ووسعتوا علينا ديارنا ووسعتوا علينا حياتنا فاحنا نشكركم يعني من كبيركم لصغيركم طيب وخاصة الملك سلمان الله يحفظه ويشفيه ويعافيه وولي عهده ربنا يخليهم يعني ما قصروا معانا احنا كمتعاقدين او كده في شيء وكذلك في كل امورهم يعني ربنا يحفظهم ان شاء الله ابو عبد الله وش أبرز العادات السعودية اللي ما هي موجودة في مصر لأني أعرف أن في بعض المشتركات البسيطة لكن أبرز العادات السعودية اللي أنت حبيتها وانسجمت معها وتتوقع أنك ما راح تتخلى عنها بقية عمرك والله أنا ما أدري أنا أقول لك إيه يعني عادات أكلات إحنا عرب ومسلمين واللي بيننا وبين بعض البحر ما هتلحق تتغير العادات كتير يعني فطبعا مهما كان برضو صحيح في حاجات لكن يعني فاجئتني بالسؤال اقول لك ايش يعني اللبس انا ملاحظ انسجامك انت وعبد الله الكبير مع اللبس السعودي واتقانكم على فكره يعني لانه مثلا اشقائنا العرب في السعوديه بالعاده ما يجيدون لبس مثلا الثوب والشماغ كما يلبس السعوديين او الخليجيين بس انتم منسجمين مع الموضوع بشكل جميل فعلا انا جاي من مصر كده يعني انا كنت جاي برضو بالغطره واللحيه وكده بس يعني الباقي ده كان لسه شويه لكن الحمد لله يعني كانت الأرضية موجودة أن احنا ننسجم على طول مع الجو هنا جميل عبد الله أنت يعني سؤال شبيه وش أكثر شيء أنت حبيته في المجتمع السعودي أو تحس أن خلال هذه 30 سنة خلاص عشت وانسجمت معه وما تقدر تغيره طبعا من أيام دراستي ابتدائي وثانوي وكان لي زمالة وطبعت هنا أنا بصراحة إذا رحت أجازة في مصر هي نعم هي ديرتي الأم ولكني أحس هذه ديرتي لأني انولدت هنا وتربيت هنا ولي أخويا من أيام الابتدائي والمتوسطة والثانوية وإلى يومك موجودين معايا تواصل معاهم على خفيف
ولكن العادات طبعا في اختلاف بسيط، كحنا شباب نشوف الدنيا اكثر شوي، ولكن يعني ما في مو بذاك الفرق. ولكن هنا عادات السعوديه انا طبعي بطبعي، يعني حتى اسلوبي في كلامي في حاجه خلاص ما بقول له بس تغير الجنسيه. طيب لما تروح مصر تتكلم بهذه الطريقه ولا لا؟ ما اقدر، يعني شيء لا طبيعي عندي، السعودي اتكلم مع سعودي، مصري اقلب. انا عندي ولادي كلهم اللي هم بعد عبد الله، عندي 5 بعد عبد الله ما شاء الله، انقعدوا مع بعض، يعني 3 بنات والربع كانت برضو كلهم يقعدوا كله كلام سعودي، حتى اي مثلا حد من قرايبي يجي يجلس معاهم يستأنس باللغه يعني. فعلا إذا جلسنا في بيتنا في مصر وحبينا نشفر الكلام نتكلم سعودي، المصريين اللي حولنا ما يفهمون طيب أنا في الكواليس كنا ندردش ونضحك، كنت أقول لكم أنتم أهلاويين ولا زملكاويين؟ طبعا الوالد بدبلوماسية عالية قال إحنا الاثنين. الله الله، أنت في السعودية نصراوي هلالي اتحادي أهلاوي؟ أنا ودي أقول لك شيء بس إني مالي انتماء للكورة من الأساس أبدا، ما أهتم في الكورة أكيد. عاد نعذر أبو عبد الله، يعني واضح امتنانك الكبير لعائلة السويلم، سواء من توفي منهم الله يرحمهم ولا من بقي، وش الكلمة اللي تحب توجهها لهم أو تقولها لهم على الهواء؟ أنا والله أوجه الكلمة لأهل السويلم، بداية الأول بالكفيل الأولاني اللي هو السلوم أبو بندر سعود السلوم وأولاده بندر وحمد وكلهم، يعني نعم الناس والله، ما نادوني مرة ولا حد قال لي باسمي من رمضان، ولا حتى أبو بندر وكان مثلا رجل مركزه كويس وكده، لكن ما كان حد منهم يعني يناديني باسمي ولا، كل أدب وكل احترام. ولما توفى الله يرحمه أبو بندر سعود السلوم نقلت على محمد السويلم، وكان الله اصطفى لي الناس دي، يعني اصطفى لي هذا سعود السلوم، وكان بيعاملني كنا قريبين من العمر مع بعضنا يعني سواليف، ويعني من المغرب للعشاء نقعد قدام المسجد في الجنيفي ويسولف، هو يحكي لي عن السعوديين وانا احكي له عن المصريين لغايه ما نصلي العشاء وكل واحد يروح لحاله. بعد ما نقلت توفى ونقلت كفلت مع محمد عبد العزيز السويلم، لقيت سبحان الله نفس الاخلاق ونفس المعامله، عياله محترمين واخواته واولاد عمه كلهم كل عيله السويلم يشوفوني يقدروني واقدرهم. فانا فعلا يعني زي ما انت حضرتك تفضلت في الرساله في اولها ان عايز يودع السعوديه بالورود، فانا فعلا عايز اشيل ورود وامر على منطقه سدير كلها واسلم على كل واحد واعطيه ورود، لان فعلا عشت الفتره دي كلها وانا في امن وامان ومرتاح نفسيا، يعني ما كان شيء يزعجني ابدا، ولو تعرضت لاي شيء الاقي بدل الواحد 10 يفزع معايا في تعرضت لمواقف مثل كذا لا ما في مواقف يعني، لكن كلها امور عاديه، لكن كنت الاقي ان اللي يفزع معايا لو في اي شيء او كذا، وحتى لو ما يعرفني شوف شكلي كذا عايز يخدمني باي شيء. وانت تستاهل. عبد الله وش تطمح له يعني في القريب القادم، يعني ايش تخطط او تفكر له ودك تحققه في السعوديه؟ والله ان شاء الله ان الله ييسر الامور ونخلص بس الجامعه. انت الحين في المرحله الجامعيه؟ اي نعم، بس باقي لي كم ماده لاني التعليم مفتوح. وش تخصصك؟ بدخل ان شاء الله، هو حاليا في مساحه. ايه ان شاء الله يمكن اخذ بكالوريوس او ارفع يعني في الكفاءه ونشوف. لكن يعني تفكر وتخطط لتكرار الأربعين سنه اللي قضاها الوالد واكثر؟ انا اقول روح بس انا جالس. يعني تفكر انك تستقر في السعوديه الى فتره اكيد أطول. ان شاء الله. اخوان عبد الله كيف علاقتهم في السعوديه؟ والله زي ما قلت لحضرتك هم عيال التسعه كلهم كانوا معايا هنا. ايه وكلهم درسوا هنا وتخرج من الثانوي وراح الكليه في مصر، وبرضه في جزء منهم دخل الكليه مع عندنا في الحوط، كليه حوطة سدير. ايه يعني عندي ولد الصغير اسمه ابراهيم ما زال لسه في الكليه في الحوطة. لما تروح مصر ايش اكثر الاشياء اللي راح تحن لها او تفتقدها في سدير وفي السعوديه جمالا؟ السعوديه بصفه عامه الحرمين مكه والمدينه. دي اللي فعلا الواحد لو حتى راح فين اشتياق لهم لابعد الحدود.
ثم بقى الأهل والجيران والأحباب، يعني لما نزلت الرسالة هذه كل يوم، لأن ما نمتش بقى اليومين، أحبابي وأصحابي وجيراني، وينك يا محمد وليش مسافر وليش، وبيض الله وجهك، يعني مبقتش عارف أرد على الناس. ده هم ألبسوني ثوب المحبة، أنا جيت ألبسهم ثوب المحبة مني، عطوا لهم وادي من المحبة. فالله يجزاهم خير، وهذا يفضل في ذكرانا لما نموت ان هم فعلا اهل خير واهل الله يطول عمرك. عبد الله، قبل ما انهي حواري معك، وش الرساله اللي تحب توجهها عبر شاشه يا هلا؟ حاب اشكر اهل السعوديه بصفه عامه، ووجه رساله شكر خاصه للوالد، ما قصر معي ولا مع اخواني، وبرضه اشكر برنامج هلا الاستضافه الجميله هذه، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الوالد لو راح البيت الليله وجلس معكم في جلسه واحده وحاول يقنعكم بالبقاء في السعوديه، بتقبلون؟ ايوه والله انا خفت انه هو من الكلام اللي ناس اللي يقول احباب وكلموه فعلا من سوى التغريده، وفي ناس كثير تبغاه يهون، احنا خايفين انه يهون. بس ان شاء الله، لا يعني كثر الله خيره، ما قصر معنا، فخلاص نبي يرتاح، يجلس في بيته ويرتاح، ما نبغى يسوي اي شيء غير انه يجلس يرتاح بس. انت وين ساكنين في مصر ابو عبد الله؟ والله حول المنصوره ب10 كيلو. وش اسمه؟ ميت عساس. يلا العنوان عشان نستضيف حبايبنا اللي يجي يزورنا هنا. ابد تستاهل. المنصوره جنب المنصوره ب10 كيلو. ميت عساس سمنو. طيب ابى اترك لك انت الرسائل الاخيره، لمين تحب توجهها؟ يعني خلني اقول لك رساله لاهل سدير، وش تقول لهم؟ رسائل مختصره. والله نقول لهم جزاكم الله خير اهل سدير، وبارك الله فيكم ووسع الله عليكم، كما يعني اتسع صدركم ليا وكنتم معي، ما فرقوا بيني في اي شيء، اطلع بره في الماشي في اي مكان يحيوني ورحبوا بيا، وانا رحب بيهم في اي مناسبات. والله كان واحد جار لي، كان أول ما يعمل أي مناسبة يكون أول واحد يقول لي، هو اللي يقول أول ما بعمل مناسبة أول واحد أدعيه أنت، بعد كده أدعي البقية. فكيف أكافئهم؟ كيف مهما قلت ومهما عدت ما حقدر أوفيهم. الله يبارك فيهم. أنت متى موعد سفرك أبو عبد الله، تحدد ولا لسه؟ والله الاستضافة بتاعتكم أخرته شوية، وإلا أنا كنت زماني مشيت، لكن ناس كتير عندي، أمير الروضة عبد الله خالد الماضي، خالد الماضي، وعندنا أمير الجنيفي حمد السلوم، كل واحد منهم وغيرهم كل واحد يقول لازم قبل ما تمشي نعمل لك حفلة ونعمل معاك الواجب. يا جماعة ما الواجب ده أنا خدته من 40 سنة، يقولوا لا الواجب شيء ونسلم عليك ونودعك. والله واحد قال اليوم في صلاة الظهر في المسجد وجايب لي طيب وجايب لي مش عارف، يقول للأهل يسلمون عليك واقبل هذا الطيب وجزاك الله خير، وحنفقدك في المسجد وهنفقد صوتك في الأذان وفي الصلاة. خلاني بكيت. لا ان شاء الله انك يعني ما يعني ما تفارق السعودية حتى لو سافرت مصر يعني، وتجي كمان وكمان يعني. نعم جزاك الله خير. طيب انا لي طلب بس قبل ما قول، أن أنا أسلم على ولي العهد الأمير محمد، تسمحوا لي بالفرصة دي وتهيئوها وأسلم عليه قبل ما أسافر. نعم الرجل وربنا يحميه إن شاء الله. الرسالة الأخيرة اللي تحب توجهها للسعودية وأهل السعودية قبل ما نقفل هذه الحلقة، وش هي؟ والله ربي سدير فقط، السعودية؟ لا ما السعودية بصفة عامة، أنا أصلا لما بمشي في أي مكان يعني في الرياض في القصيم، لي زي ما قلت في آخر التغريدة حقي، خذ لك من كل بلد صديق ولا يكون لك في كل بلد عدو، ده آخر التغريدة عندي كده. جميل. ففي أي مكان أقول للسعوديين كلهم بصفة عامة، نعم الناس ونعم الاحترام وتقديرهم للأشخاص اللي موجودين، في سلبيات صحيح بس ما تذكر ولا أي شيء، ولا يعني الواحد يقف عندها في شيء غير اللي الواحد شافه من حسن المعاملة في السعوديين، سواء في القصيم في الرياض في مكة في المدينة. نعم الناس، ربنا يحفظكم. أبو عبد الله شكرا جزيلا لك، يعني قضيت بيننا 40 سنة ونحن نمتن لهذا الكلام الجميل منك، وأتمنى أن تخرج من السعودية بكل الذكريات الجميلة وأن تعود إليها دائما وأبدا وأنت في صحة وعافية يا رب. شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونشكرك على استضافتكم هذا البرنامج،
وبصراحة أنت اللي تستحق يعني التقدير، لأنك يعني نشرت كمان لنا المقالة هذا أو الصورة هذا لنسبة كبيرة كمان، وكل بقى أشوفها يدعينا ولا ندعي لهم وأنت تكون السبب في الموضوع. تستاهلون، والشكر لكم لتجاوبكم. شكرا لك عبد الله، ونشوفك في أجمل الأماكن اللي تحبها يا رب. الله يحفظك. شكرا جزيلا لكم. هذا حديث أبو عبد الله، يعني ذكريات 40 سنة، وأنا أجزم أن هناك الكثير ممن يحملون هذه المشاعر الجميلة للمملكة العربية السعودية، عاشوا بيننا إخوة وأشقاء وأحبة، ويعني سيرحلون ويغادرون وهم أشقاء وإخوة وأحبة، وإن يعني غادروا بأجسادهم إلا أن ذكرياتهم وكل ما صنعوه وصنع لهم في السعودية سيبقى شاهدا عبر التاريخ. هذا فاصل مكملين معكم. حياكم الله مجددا في أهلا. تفاجأ عدد من عملاء أحد البنوك بتحويل منتج قرض النقد الميسر إلى قرض شخصي من غير موافقة تمت منهم. حكاية شوي غريبة وفيها كثير من الأسئلة، وإحنا نحاول اليوم في هذه الحلقة أن نأخذ كل الأبعاد فيها. وش أقصد بالأبعاد؟ أقصد المتضررين، الرأي القانوني في هذا الموضوع، وأيضا رد البنوك من خلال المتحدث الرسمي بالبنوك إذا انضم إلينا الأستاذ طلعت حافظ. لكن خلوني أرحب في البداية بضيوفي. معي في الاستديو الأستاذ متعب الحميد، وهو متضرر أحد اللي أخذوا القرض النقد الميسر. أستاذ متعب حياك الله معنا. الله يحييك أبوي. أيضا معي المحامي الأستاذ محمد الوهيبي. أستاذ محمد حياك الله معنا. أهلا وسهلا. حياك الله. ومعي من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الزهراني، وهو أيضا أحد المتضررين من النقد الميسر. أستاذ سعيد إذا كان صوتي يصل إليك، شكرا لقبولك دعوة البرنامج. أهلا وسهلا، واصل وبكل وضوح أستاذ. طيب فرح، الله يمسك بالخير. أهلا بك. أبدأ مع الأستاذ متعب إذا تسمحوا لي. المشاهدين والمشاهدات يبغوا يفهموا الموضوع ببساطة قبل ما ندخل في تفاصيله القانونية. وشو جانا عرض؟ جانا اتصال أن يجيك عرض مبلغ 24 راتب. طيب تحاول تشتري مديونيتك من البنك اللي انت فيه وتيجي عندنا بنسبة 8% على الإجمالي. قلنا أوكي، مبلغ يعني مو بسيط، يطلع لك مبلغ كبير. سددنا المديونية وحولنا عليها. نسدد السنة الأولى، الثانية، الثالثة. هم سموه النقد الميسر. النقد الميسر. إيه. بس يوم جينا من 5 سنوات نشوف نفس المبلغ ما تغير. رحنا استفسرنا، قالوا إن أنت ماخذ من نفس الحساب، يكون عندك حسابين، حساب الميسر، حساب اللي هو الفائدة. إيه. قلت شلون يعني؟ قال نفسه، لأن الميسر ما تلمسه، يكون موجود. طيب أنا استخدمه. أكيد بستخدمه لأني بحتاج يوم كذا يوم كذا، تعرف اللي هو التزامات وما التزامات. إيه؟ قال لا، أنت تستخدمه يعني بيزيد عليك الفائدة، كأنك ما سددت. وقعد 5 سنوات، بعدها جاءنا رسالة أن سوف يتم إيقاف الخصم الميسر اللي هو في شهر أغسطس. إيه؟ وكم باقي في مدته؟ باقي 3 سنوات. طيب أنا خلصت 5 سنوات، باقي 3 سنوات. إيه؟ طيب كيف؟ جتنا رسالة ثانية يكون المدة 81 شهر بقسط عالي، مدة 8 سنوات يعني حسبنا، أو 7 سنوات. 81 شهر، 7 سنوات. طيب الفائدة اللي سددتها قبل؟ قال لا، هذه فائدة. طيب اخصمها من الفائدة الجديدة اللي أنت بسويتها 81 شهر. أنا 5 سنوات قاعد أسددك. لا، وقبل اخصمها أنه ليش التحول ذا؟ ليه تحول؟ لنا البين اللي هم مؤسسة النقد رافض الشيء هذا، مخالف للنظام. طيب شلون انت سمحت له؟ لا، شلون ما اكتشفت الا بعد 5 سنوات يعني؟ مهم معقول يعني؟ في ناس واجد يعني، في ناس كثير عندنا في نفس الجروب معنا، في ناس متقاعدين نبي نطلع بيوت ما نقدر. كل ما رحنا البنك، رحنا لشركة، والله قصدك عالي او المبلغ اللي انت بتاخذه عالي، وش بيطلع لك؟ بيطلع لك 600 او 700 الف. وش تشتري؟ شقة؟ ما انت بلاقي شقة في مكان كويس بالقيمة هذه. وانا ما بساكن في الشقة، بعقب واحد بيسكن في على كل حلو. حال انا اتمنى انه يعني انه البنوك ومؤسسة النقد ترد، بس ابى اروح لسعيد نستكمل بقية الحكاية معه. سعيد، بعد 5 سنوات لما البنك ارسل لكم رسائل وقال لكم انه راح يوقف النقد الميسر وراح يتحول
إلى ما إلى إلى قرض شخصي، ما أدري إذا قالوها لكم بهذا النص ولا لا، وتزيد الفائدة. تواصلتم مع البنك مباشرة وحاولتوا تعرفوا الأسباب؟ نعم أستاذ مفرح، تواصلنا مع البنك واستفسرنا عن الأشياء هذه، ولكن لم نحصل على إجابة واضحة من البنك. المشكلة الآن هي في العقد الأساسي، لما يكون العقد فيه بعض النقاط المخالفة للأنظمة فصعب أنك تلاقي حلول نظامية تتوافق معه، إلا في حالة واحدة أنك تلغي العقد هذا، وهذا يعني الحل في يد مؤسسة النقد مو في أيدينا احنا. لما صارت صار الموضوع هذا يعني أكيد أنه إجحاف في حقنا، يعني بحيث أنك يعني لمدة 5 سنوات قاعد تسدد وفجأة تلاقي أنك راح بدأت من أول وجديد تسدد نفس المبلغ بدون أي نقص، فهذه مشكلة كبيرة. فالآن لما بس إذا تسمح لي هذه، إذا تسمح لي أستاذ سعيد تفضل اشرح لي كيف فضل تسدد نفس المبلغ، يعني الآن اللي سددته خلال 5 سنوات مخصوم وراح تكمل بقية المبلغ بالطريقة الجديدة ولا لا هم حتسدد الكل من جديد؟ لا لا أستاذ مفرح، أساسا طريقة القرض القرض أساسا فيه خدمة السحب. أيوة. فلما أنت لما يخصم القسط كامل، يخصم القسط كامل، هذا قسط ثابت يخصمه شهريا من الراتب الأساسي اللي هو 33% المتعارف عليه، يروح للبنك فهم يوزعوه إلى قسمين. القسم الأول يكون عمولة خاصة للبنك، والقسم الثاني يتجه إلى السداد الأصل من النقد الميسر. فالنسبة اللي تروح لسداد النقد الميسر يكون متاح سحبها من قبل العميل. فإحنا لما تقدمنا على القرض هذا وشفنا مميزاتها، الميزة الوحيدة اللي هي السحب هذا، فإحنا أكيد أنه راح نستفيد منها فنسحبها. فبالتالي أنت لما تجي تسحب المبالغ اللي موجودة عندك فبالتالي ما كأنك سددت شيء، وهذه هي الطريقة اللي قاعد يسويها البنك. أنا 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 معليش أننا في البداية أنا معليش سعيد يعني فبالتالي ودي جايك في النقطة. لا بس ودي أفهم سالفة السحب هذه وشي. سالفة السحب هذه ميزة حطها البنك في القرض هذا، اللي هي الميزة اللي تميزة عن باقي القروض على حد قولهم يعني. فلما المبلغ اللي لما يأخذوا فائدتهم هم يتبقى مبلغ من القسط على أساس أنه هو اللي حيروح للسداد، ولكن خلوه متاح لنا بحيث أننا نستفيد منه نسحبه، فإذا سحبناه كأننا ما سددنا شيء من القرض، يعني هو الجزء اللي قاعدين نسحبه هو الجزء المفروض أنه يروح للسداد. عرفت الفكرة؟ أي. فبالتالي احنا مضطرين احيانا نضطر احيانا ان نسحب المبالغ هذه او بشكل شهري تقريبا، او كل اكثر المتضررين تقريبا استخدم المبلغ هذا. فبالتالي لما جت بعد ال5 سنوات اتضح انه كانك ما سددت شيء بحكم انك كنت تسحب المبالغ ذا، فانت الان مضطر انك تسدد المبلغ الاصل اللي هو انت اخذته من الاول كامل لمدة تقريبا 7 سنوات و9 شهور تقريبا زيادة يعني. فصار كأنه القرض أنت ماخذ مبلغ على سبيل المثال فرضا 100,000 ريال، أنت تأخذ التمويل هذا لمدة 11 سنة وعليها، فهذا غير معقول يعني. فهذه طيب نقطة المشكلة. لكن تفضل. طيب أنا بس يعني أخذت جزء من المشكلة منكم وبسمع الرأي القانوني من الأستاذ محمد الوهيبي، لكن معي على الهاتف اتصال مهم من المتحدث الرسمي للبنوك الأستاذ طلعت حافظ، بنطرح عليه أسئلتكم وشاركوني في طرح الأسئلة إذا سمح لنا. أستاذ طلعت حياك الله معنا فيها هلا وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. الله يحييك، أهلا وسهلا أخوي مفرح، مرحبا بك. يعني أهلا بك، أعتقد أنك سمعت جزء من المشكلة، وإذا تسمح لي الأستاذ متعب أنه يطرح عليك سؤال يخص قضيتهم مع البنك بعد إذنك. متعب وش تحب تسأل الأستاذ طلعت حال؟ نبي حل للمشكلة هذه، في ناس متضررين، في ناس ما تقدر تشتري بيت بسبب القرض اللي هو زايد أو اللي ارتفع القسط زايد علينا، فما نقدر لا نتحرك منه نسدد ولا نقدر نشتري بيوت ولا نقدر نخلص أموره. طيب هو يطالب بالحل، وقبل الحل ودنا تفسرنا اللي صار يعني. طبعا أولا أمسي عليك وعلى الضيوف الكرام. طبعا هو المنتج حقيقة وجد حقيقة في واقع الأمر في 2015. أيوة. وهو شبيه إلى حد ما صح التعبير مع البطاقات الائتمان. هو يعطيك حد البنك حد معين حسب إمكانياتك المالية. وطبعا لعلي أؤكد أنه هذا المنتج يعني ابتكر حقيقة كحل تمويلي وحل مالي قبل ما تصدر ضوابط التمويل المسؤول للأفراد وتحدد يعني نوع التمويل وتوجه نحو التمويلات الأصول وخلافه.
ولكن هو في واقع الأمر أنا سمعت للضيوف الكرام هو ليس أن القرض يبقى قائم الرصيد، إنما الحد الائتماني الممنوع للعميل طالما أنه هو سدد إما الحد الأدنى أو سدد بالكامل يدور هذا الحد ويبقى موجود، كما لو كنا الحد 1000 ريال لكنه هو سدد 1000 ريال بعد ما استخدمها يعود الحد أوتوماتيكيا 1000 ريال وليس القرض كما سمعت أو كالتزام، ولكن هو حد في نهاية الأمر. طبعا الحلول حقيقة عدة، البنوك لديها عدة حلول، وأيضا هنا على اتصال مباشر الآن مع العملاء حقيقة في وضع أكثر من حل يتناسب مع وضعهم وقدراتهم المالية. إما أن يكون طبعا كل ما حصل في هذا المنتج هو إيقاف السحب، يعني الآن ليس مسموح للعميل بأنه يسحب زي أول وكذا، ولكن في إعادة جدولة بما تناسب كما قلت مع احتياجاته. لكن إذا تسمح لي أستاذ طلعت، نظاميا وقانونيا اللي سواه البنك صحيح ولا مخالف؟ بإجابة مباشرة. لا هو مباشرة، هو منتج وكان في عقد يحكم هذا المنتج بين العميل وبين البنك، وكما يعني قال الأخ متعب وضيفك الكريم من هناك عقد يحكم شريعة المتعاقدين، لكن بوجود الآن كما قلنا ضوابط التمويل المسؤول اللي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي وجدوا أنه من الأفضل أنه يعني يكون وفق مبادئ التمويل المسؤول، والتي صدرت طبعا بعد حوالي 2 سنين من إيقاف هذا المنتج. وكل ما حصل هو الآن إيقاف السحب من الحد، وكم زي ما قلنا خيار هناك جدولة بما يتناسب مع الإمكانات المالية للعميل ولا يرهق وكذا، وأيضا في مستشارين ماليين، وإمكانية أيضا نقل المديونية أو تحويلها إلى تمويل أو قرض شخصي، وأيضا من الممكن في واقع الأمر الجدولة يعني كما قلت أو سداد بالكامل. لكن أباخذ منك إذا تسمح لي جملة، العقد شريعة المتعاقدين هل منصوص في العقد اللي وقع من بداية النقد الميسر أنه بعد 2-3-4-5 احتمال لو صدرت تنظيمات جديدة أنه نوقفه ونتبع معكم إجراء جديد، ولا ما هو موجود في العقد؟ والله يعني ما أقدر أقول لك موجود، لأنه تعرف العقود هذه خصوصية مع البنوك ومع عملائها، وأنا ما أطلع طبعا على العقد بين العميل وبين البنك. لكن على أي حال كما ذكروا الزملاء يعني عندك في البرنامج ضيوف الكرام، انه تم يعني البنك وتكلم معهم البنك وقال لهم وقال لهم واعطاهم نوع من الخيارات، وهناك زي ما قلت اتصال مباشر بين البنوك وبين عملائها في هذا الامر الله يسلمك. طيب مع تقديري للبنك بس هو اعطاهم حلول اكثر ضررا لهم هي اكثر نفعا. بس اذا تسمح لي الاستاذ محمد الوهيبي معي في الاستوديو يحب يطرح عليك سؤال. مساك الله بالخير استاذ طلعت. استاذ طلعت، بالنسبة لمقولة العقد شريعة المتعاقدين، هي طبعا قاعدة شرعية معروفة وصحيحة، ولكن لا ليس لها فاعلية في ظل وجود تنظيمات واضحة وصريحة صادرة من السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية. نص نظام الرقابة على شركات التمويل على أنه لا يتم تعديل أو عمل أي منتج أو أي اختلاف في أي تعاقد إلا بإشعار خطيا للطرف المستفيد. هذا رقم واحد. رقم اثنين استاذ طلعت، يعني انت قلت كلمة قبل شوي هي اللي استوقفتني شوي، قال انه هو منتج شبيه ببطاقات الائتمان. لماذا البنك ما وضح لي هذه الجزئية؟ هل هي من باب التحايل؟ ما لها تفسير الا كذا، اذا انا اعطيتك او حيت لك بشيء او اوهمتك بشيء ظاهره شيء وباطنه شيء، احنا عندنا كقانونيين هي واقع التحايل. طيب في نقطة ثالثة. طيب تفضل استاذ طلعت. لا انا ما اعتقد ولا مؤاخذه في تحايل، انت عارف هذه بنوك كلها حقيقه يعني سمعتها الادبيه فوق كل اعتبار، وتخضع حقيقه لرقابه من مؤسسه النقد العربي السعودي ومرجعيه الى اخره، ولكن كما قلت انا وصفته هو مجرد وصف حقيقه لطبيعه المنتج، شبيه قد لا يكون زي ما قلت يعني زي بطاقات الائتمان 100%، ولكن وجود حد للعميل وامكانيه السحب وامكانيه السداد واعاده الحد هذا هو هذا يمكن اوجه التشابه الله يحفظك بين البطاقه الائتمانيه وبين وبين التمويل اللي هو الميسر. طيب استاذ طلعت قبل ما اقفل معك، الان هؤلاء المتضررين يبحثون عن حل، وش الحل اللي راح تقدموا لهم او راح يقدموا لهم البنك؟ انا بقول لك في 4 حلول حقيقه، اما انه جدوله جدولة بما يتناسب، أرجع وأقول مع الإمكانيات المالية والقدرة المالية للعميل الذي لا تؤثر عليه حقيقة وتتسبب له
في أي ضرر كان، أو أنه يسدد بالكامل إذا حب بدون أي كلفة إضافية في السداد الكامل، أو أنه يتحول إلى قرض شخصي الله يسلمك زي ما قلنا. فهذا طبعا، أو نقل المديونية إذا العميل حب أن ينقل المديونية من حقه إلى جهة أخرى التمويل. فهذه الأربعة. الرابع وشو يا أستاذ طلعت معليش؟ نقل المديونية طول العمر، إما الجدولة للمبلغ الآن الموجود في الرصيد المستخدم طبعا، أو يا طول العمر تحويله إلى قرض شخصي، أو كما قلت تحويل المديونية إلى جهة أخرى تمويل. طيب أستاذ طلعت شكرا جزيلا لك، أنا مضطر بس أطلع فاصل وبنرجع نعلق على كل نقاط أستاذ طلعت حافظ قانونيا ومن المتضررين. فاصل مكمل. حياكم الله مجددا في أهلا. نتحدث عن واحدة أنا أعتبرها من القضايا الغريبة جدا اللي حدثت لمتضررين مع أحد البنوك بتحويل النقد الميسر إلى قرض شخصي. ضيوفي في الاستديو الأستاذ متعب الحميد والأستاذ محمد الوهيبي، ومن المنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الزهراني. أستاذ سعيد اسمح لي أبدأ معك، سمعت الكلام اللي قاله الأستاذ طلعت حافظ، أعيد عليك سريعا الأربع حلول اللي ذكرها: الجدولة، تسديد المديونية بالكامل بدون كلفة، تحويلها إلى قرض شخصي مع أني أعتقد أنها هي حولت، أو نقل المديونية. تعليقك على ما جاء في حديث الأستاذ طلعت حافظ. ممتاز أستاذ مفرح. خلنا نأخذ الحل الثاني اللي هو تسديد المديونية بدون كلفة. تسديد المديونية بدون كلفة، الآن عندنا مشكلة في العقد الأساسي نفسه. العقد الأساسي نفسه الأستاذ طلعت ذكر معلومة أنه هو تم تغييره ليكون، أو بعد تقريبا تاريخ بدء التمويل بعد فترة كذا تغيرت الأنظمة بحيث أنه يكون التمويل تابع لضوابط التمويل المسؤول. لكن خلنا نرجع في الأصل في الأساس. قبل هذا كان التمويل يتبع ضوابط التمويل الاستهلاكي، من المفترض أنه يكون تابع لضوابط التمويل الاستهلاكي. لما نرجع للعقد حق التمويل حنلاقي فيه مجموعة نقاط غير مفهومة، وأنا عن نفسي شخصيا تواصلت مع البنك عشان النقاط هذه ولم أحصل على إجابة واضحة. من ضمن النقاط هذه أولا في المادة الخامسة من ضوابط التمويل الاستهلاكي تتكلم عن عقد التمويل وماذا وما هي النقاط التي تتوفر في عقد التمويل. في العقد اتضح لنا بعد مراجعة العقد أن العقد غير محدد المدة، وأن البنك لم يضمن عدم تجاوز مدة سداد التمويل للمدة النظامية، وهذه تعتبر مخالفة واضحة وصريحة حسب ما تنص عليها الفقرة الخامسة من المادة الرابعة عشر من ضوابط التمويل الاستهلاكي. المخالفة الثانية اللي موجودة في العقد عدم وجود إجمالي لكلفة التمويل، وذلك يعتبر مخالفة للفقرة 2 تقسيم ط من المادة الخامسة من ضوابط التمويل الاستهلاكي. ثالثا عدم وجود بيان لعدد الأقساط ومقدارها ومددها، وهذه مخالفة للفقرة 2 تقسيم ي من المادة الخامسة من ضوابط التمويل الاستهلاكي. وحيث أن هذا التمويل المسمى بالنقد الميسر لم يستثنى من ضوابط التمويل الاستهلاكي حسب ما تنص عليه المادة الثانية، حيث أنها تم وضحت المادة الثانية أنواع التمويل المستثنى من هذه الضوابط ولم تذكر النقد الميسر أو هذا النوع من التمويل، لذلك فإن هذا التمويل يتبع ضوابط التمويل الاستهلاكي. فيه نقطة ثانية، أنا كعميل عندما أوقع على عقد في مثل هذا العقد تقريبا، البنك للأسف أول نقطة في العقد اللي هي التمهيد وضح لي أنه أن العميل تقدم للحصول على منتج تسهيلات مصرفية على شكل تمويل إسلامي. أوكي، فكذا خلاص أنا ضمنت أنه تمويل إسلامي، بالتالي في المادة 21 في نفس العقد حقهم تقول أن هذا العقد وهذه الاتفاقية تتبع اللوائح والأنظمة في المملكة العربية السعودية، فأنا كذا خلاص عارف ضوابط التمويل الاستهلاكي وعندي اطلاع فيها، فلما أشوف النقطتين هذه أكون مطمن يعني أنه تمويل ويتبع ضوابط التمويل الاستهلاكي، معناته أني أنا ماشي على النظام، فأوقع وأنا على قولتنا مغمض يعني ما عندي أي مشكلة. بعد كذا اكتشفنا لما صارت المشاكل هذه والكارثة أسميها كارثة بالنسبة للعملاء، رجعنا للعقود. طبعا العقود عانينا في بعض العملاء ما عنده نسخة العقد، وهذه طبعا عانينا من البنك لين حصلوا
على نسخ للعقود، وفي بعضهم إلى الآن ما زال يطلب نسخة العقد ولم يحصل عليها، لكن الحمد لله أنا عندي نسخة وفي كثير من الشباب عندهم طيب. نسخ فتفضل. طيب واضح واضح ردك أستاذ سعيد، بس أبغى أخذ منك بسرعة يعني في ثواني 1 2 3 أهم المطالبات اللي تريدونها اليوم. المطالبات، البنك إلى الآن مصر على العقد أيه؟ أنا أسميه الذي يحتوي على مخالفات لأنظمة لضوابط التمويل الاستهلاكي، مصر على الاستمرار في هذا العقد، وهذه فإذا أنك مستمر على عقد مخالف فصعب أنك تلاقي حل نظامي يتوافق مع هذا العقد طيب. لذلك المطالبة مطالبتي أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، أرى أن يحل العقد، يلغى العقد ويلغى التمويل ويبقى لدينا المبلغ التمويل. مبلغ التمويل يكون كالآتي، الأصل المبلغ الذي أعطي للعميل يتم خصم منه جميع المبالغ التي تم أخذها من قبل البنك أيا كانت مسمياتها، عمولة خاصة، رسوم إدارية إلى آخره، بما أن العقد مخالف هيلغى، فلذلك نقوم على المبلغ. بالنسبة للعميل سيتبقى فرق بكل تأكيد لأن البنك أخذ عمولته، بالنسبة لهذا الفرق يكون في اتفاقية بينه وبين البنك للنظر في حل نظامي لسداد العميل للمبلغ المدين فيه. طيب أستاذ محمد بسرعة، الآن سمعت أنت المشكلة بالكاملة، سمعت وجهة نظر البنوك، ما هو الرأي القانوني الذي يمكن أن يحمل حل في هذا الموضوع؟ يرفعون قضية مثلا؟ طبعا القضاء منصف أكيد بيكون لصاحب الحق. طيب الجزئية الأهم من هذا كله هو أنه يعني تمنينا أنه يعني يتحدث المتحدث الرسمي باسم البنوك ويجي يقول فلان أخطأ أو البنك أخطأ وما في إشكالية أو كذا، ولكن احنا نحاول نجمل الخطأ بشكل معين او كذا. يعني الحلول اللي ذكرت الأربعة هذه كلها ضررها على من؟ على المستهلك. على المستهلك مو على البنك. طب هو خالف النظام وهو اللي قام بإيهامي بآلية معينة او بطريقة معينة، وهو الذي قام بتوقيعي على عقود يتضح لي انها لم تعرض على مؤسسة النقد ولم تعتمد من مؤسسة النقد، واذا كانت معتمدة من مؤسسة النقد هذه مصيبة اعظم، لانه انت اعتمدت لي عقود مخالفة للنظام، فبالتالي يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة على البنك مع تفعيل دور الرقابة على نشاط التمويل في المملكة العربية السعودية. نشاط التمويل في المملكة العربية السعودية هو اللي إلى الآن يوميا نسمع مستجدات. أنت قلت كلمة جميلة قبل شوي، قلت أنه من أغرب القضايا اللي مرت علينا، كل فترة وفترة نسمع طريقة جديدة، ابتكار جديد، يعني يكتب لك في العقد مثلا عقد وفقا للشريعة الإسلامية. أنا كمستهلك عادي بطمن، بقول دام أنه وفق للشريعة الإسلامية إن شاء الله أنه ما في ظلم لي. تقرأ العقد تلقاه ما له ملة ولا دين، خلك من الأنظمة حتى. هذه في أنظمة التمويل إجمالا عندنا؟ مش في أنظمة التمويل، هذه في عقود التمويل اللي من بعض الشركات اللي خاصة بالتمويل. كثيرة جدا. إلى نسبة كم تقريبا؟ أقول لك على معلومة بسيطة جدا وأنا متأكد أنه غالبية السادة المشاهدين ما يعرف، وهي كم الرسوم الإدارية التي منصوص عليها نظاما أن تفرض على الشخص كحد أقصى؟ إيه كم؟ 1% أو 5000، أيهما أقل وليس أيهما أعلى؟ يعني أنا خذيت قرض ب100,000 إيه؟ له مني 1,000 ريال رسوم إدارية ما يزيد عليها هللة. إحنا نشوف رسوم إدارية 1,000 ريال فقط. هذا الشيء اللي يصير واقعيا الآن. اللي يصير واقعيا الآن تلقى 7,000 ريال رسوم إدارية و2,000 ريال بدل استخراج مدري وش و3,000 ريال مدري وش لون وكذا، بالإضافة إلى أيضا تمويل الآخر اللي هو تمويل السيارات، وسبق ناقشناه من برنامجكم. واضح. سحب السيارات ويرجع لك إياها بنص قيمتها علشان بس تقول رجع لي إياها. واضح. وأنا أشكرك بصراحة أنك يعني طرحت قانونيا هذا الرأي بهذا الوضوح والشجاعة، أشكرك. إيش تضيف؟ باقي معي دقيقة، وإيش تضيف على المطالبات اللي قالها سعيد باسم المتضررين؟ باسم المتضررين يا ينقصون عندنا اللي هو القسط ايه؟ ويرجعون اللي هو الفائدة اللي خذوها من 5 سنوات ايه؟ ويخصمونها من الباقي ونمشي معهم بالتساوي، إننا ماشيين معهم أصلا، يعني ما خالفنا ما تأخرنا في السداد، المفروض هم ينقصون المدة ويحسبون المدة اللي راحت، مو باللي راحت هذه الفائدة اللي حسبوها علينا ثابتة.
واضح متعب. شكرا شكرا جزيلا لك. انا اتمنى حقيقه انه البنوك مؤسسه النقد يستمعوا الى كلام الاستاذ محمد الوهيبي بشكل دقيق جدا سواء في هذه القضيه او في غيرها. اشكر لك حضورك معنا استاذ محمد، واشكر ايضا سعيد الزهراني. ابغى اشكر الزميله لجين الحربي يعني على تنسيقها وتجهيزها واعدادها لهذه الفقره. وقبل ما نطلع للفاصل أتمنى ألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام، وأن تكون هناك وقفة نظامية وقانونية حازمة وجادة، وأن يحاسب المخطئ فيه إذا كان هناك مخطئ، وأن يعود الحق لصاحب الحق إذا كان أخذ منه. وسنظل نتابع هذا الموضوع في أهلا وفاصل أخير. في عزاء الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، خرج لنا بعض المشاهير والفنانين. وعشان أكون واضح يعني جدا، مثل اللي صار مع هيا الشعيبي مثلا وغيرها، خرجوا بهمز ولمز وإسقاطات وإساءات غريبة عن السعودية بشكل هم يعتقدون بذكائهم المنتكس أنه غير مباشر. وأنا تعمدت أقول بعض، لأن في جزء كبير من الإعلاميين والفنانين والمشاهير الكويتيين وقفوا وردوا عليهم وأثبتوا موقفهم الأصيل دائما كما هي عادة الشعب الكويتي. المهم هؤلاء اللي حاولوا يسيئون عندما واجهوا موجة انتقاد حادة بدأوا يتراجعون ويبررون، ولكن للأسف هذا التبرير جاء على طريقة عذر أقبح من ذنب، وكنا نتوقع منهم اعتذار صريح، ولكن يبدو أنهم مقتنعين أن اللي عملوه صح، ولذلك عليهم أن يتحملوا قناعتنا في أن اللي عملوه مسيء ومعيب وغير لائق. ولهؤلاء وأمثالهم هناك ثلاث وقفات. أولا، هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مشهور أو فنانة في نفس الخطأ، وبالتالي باب حسن النوايا يجب أن يغلق تماما. ثانيا، من يعتقد أنه يستطيع استغفال الجمهور السعودي أو تمرير رسائل عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو ترقيع إساءاته الوقحة غلطان، والتاريخ والأحداث والمواقف تشهد. ثالثا، الجمهور السعودي طول عمره أصيل، يحترم ويدعم ويساند ويعز كل من يحب وطنه أو قيادته أو شعبه أو تاريخه، ولكنه أيضا يخرس ويلجم ويحجم بل يقزم كل من يسيء لوطنه أو قيادته أو شعبه أو تاريخه. الخلاصة، الرسالة السعودية عبر الأزمان ثابتة وراسخة وواضحة لكل شخص مهما بلغت درجة شهرته. احترم تحترم.